لا لازم يظل ثابت الدعم للمحروقات، لأنه أصلا دخل المواطن الأردني ضعيف يعني مقارنة بالدول الثانية، لا يقارن مع حتى لو نزل عالميا، لأنه أصلا قاعدين بزيدوا بمبالغ يعني ضخمة جدا وبنزلوا بشيء بسيط بفلسات أو بقروش. المواطن الأردني الطفران مش فارقة معه يعني، طلع نزل مش راح، لا معه سيارة ولا معه طيارة، بس ياخذ دعم. بالضبط ياخذ الدعم، راح الدعم عنه، هي بده يطلع بالسيرفيس، السيرفيس اللي أجاره مش راح ينزل. لا 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 لازم يضل الدعم، شو دخل هاي في هاي؟ أكيد أنا طبعا بأيد، بس بشرط إنه يرجع أجرة الغاز ترجع 6.5 ويرجع الأسعار زي ما كانت أول، هيك ما بدناش دعم إحنا، أما يخلوها زي ما هي ويقولوا فيش دعم لا ظلم يعني. يعني أحسن من الدعم، إذا بينزلوه مزبوط يعني زي ما هو نزل عالميا ينزلوه 25%، هو نزل 25%، إذا نزلوا 25% كل شيء برخص بصير يعني أهون شوي. الله يوقفوا كل شيء، يوقفوا، ليش ما يوقفوا المحركات؟ لا ما بايده. ليش؟ لأنه هذا الدعم أصلا يعني هذا أجا سندة يعني شوي للشعب، أو يعني زي ما تقول يعني يعوض شوي من الغلاء اللي صار، عرفت علي؟ ويعني إذا بدي يروح معناته شو بدك تعوض؟ ما بأيد وقف الدعم، لأنه أصلا الغلاء موجود يعني، ما زالت الأسعار مرتفعة، ما في شيء تغير، مفروض الأسعار تنزل وبعدين يوقفوا الدعم. يعني أنا بتصور هيك الأمور بتكون، ما يكون القرار فجائي، عرفت كيف؟ يعني مفروض الدولة تتدخل في الأسعار، التجار ما نزلوا الأسعار، الأسعار ما زالت موجودة، الأسعار كل شيء الأشياء يعني مفروض تنزل، لما تنزل أسعار السلع والبضائع والكذا بصير في مجال إنه الناس تخفف عنها لعبة. إذا لمصلحة البلد معه؟ لا ما بصير، لأنه مصلحة المواطن فوق كل شيء. إحنا لما إنه بيأخذ زي هيك أنت بيخصم علي أو بيخصم عليك، وهذا أبو عيلة وأنت زيه زيك، طب إحنا شو بدنا نشتغل؟ أنا عندي في رقبة 12 طفل، عندي بنت بالجامعة، أقسم بيات الله كل سنة 700 دينار شهري. لا أنا يعني بحب إنه ضد هذا القرار، ومع يعني خفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض الأسعار النفط عالميا. لا والله ضد القرار، ضد القرار، لأنه يعني دعم المحروقات ولو أنه خف موضوع الناس بالمحروقات، يعني التدفئة أخفت، صارت على الصوبات وعلى الكهرباء وعلى هيك شغلات أخف من المحروقات. لا قيمة دعم المحروقات، لأنه المواطن، إحنا المواطن يعني الموجود في بلدنا لازم ينضغط ولازم يشعر مع الدولة، لانه مش كل شيء على الدوله. والله احنا لا مستفيدين لا من الدعم ولا من البنزين، لانه عمالهم بينزلوا لنا اياه بتعريفه وبينزلوا لنا اياه قرش وبينزلوا لنا هذا، ودوليا عماله بينزل، عرفت علي، كميات اكبر من هيك بكثير، عرفت كيف؟ فالشعب والله ما هو مستفيد بشيء، يعني باخذ الدعم اقول لك اذا اخذ الدعم قبل ما يوصل الدار بكون مطيرهم، ففيش شيء اليوم فيه فايده، والبنزين غلى شيء مش طبيعي.